الكتاب لأحد أقطاب العلم وهو الإمام ابن الجوزي. هذا الكاتب، هذا المؤلف، هذا المصنف الكبير يعد عند العلماء من أكبر القراء في الدنيا. زوين إغران طاس أخذ فيها بعض الأرقام، إغران 20,000 مجلد، المعدل البسيط ودفكرة المعدل القرآن خطر مثل هذا الكتاب فقط، كتاب سيد الخاطر في 549 صفحة. نسنقص مليح، نخدم بمعدل 300 صفحة، صافي 20,000 مجلد. أشحال ديفا بمعدل فقط 300 صفحة يفقد 6 ملايين صفحة، 6 مليون صفحات إقرأ، ما إلا سلمترات مرتبة ترتيبا أكعموديا في خط واحد بمعدل 200 مترا، 200 مترا، ما إلا الترتيب كي أفقي بهذا الشكل، مفتوح صفحات مفتوحة هكذا، يخدم 1110 كيلومتر، يغرى 1110 كيلومتر. ما نخدم أشحال القمر أماكن يروح 37 مرة أليروتو ذهبا وإيابا إلى القمر. ما إلا عدد الأسطر 150 مليون سطر، ما إلا بالكلمات 2000 مليون كلمة، وهو يطلب المزيد، يعيش 87 سنة. ترجمة ابن الجوزي، هو الإمام الحافظ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي الحنبلي الجوزي نسبة إلى جده اسمه الجوزي، تركه أبوه وعمره 3 سنوات ذوي جيل، عاش يتيما، وقدر الله عز وجل أن يعيش في كنف عمته التي ربته وجهته أرشدته إلى مجالس العلم. عمثيس سنسد وجهة السنين والهيث سيموسنون أكند ثلا ثلا نتموسني بغيث أندا ثلا إلى العنصر نتموسني يبغيث. الله يبارك حافظ الكثير من المصنفات، حفظ لذلك يلقب بالحافظ مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وكذلك حفظ الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك حفظ السنن الأربعة، وكذلك حفظ أيضا طبقات ابن سعد وغيرها من الكتب. كان شغوفا بطلب العلم، هو الذي قال، يعبر عن نفسه يتحدث عن نفسه، هو اللي قال قرأت 20,000 مجلد وقال كان أرجو المزيد، يعني لم يشبع من العلم. في الحقيقة هو عاش 87 سنة، ولد سنة 510 للهجرة، وتوفي سنة 597 للهجرة، عاش 87 سنة. الآن مصنفات كثيرة، عنده طبعا شيوخ وعنده تلاميذ، أتجاوز بعض الفقرات نروح بالمصنفات كثيرة، بلغت 139 كتابا ومخطوطا. من هذه الكتب كتاب اسمه بستان الواعظين، هذا الكتاب لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لمن يتصدر مجالس الوعظ والإرشاد والخطابة. وسع كتاب آخر أيضا مهم جدا اسمه زاد المسير في علم التفسير، وسع كتاب آخر اسمه صفة الصفوة، يسعى كتاب آخر اسمه تلبيس إبليس، يسعى كتاب آخر اسمه التبصرة كتاب قيم أيضا، يسعى كتاب اسمه الثبات عند الممات. كلكم يقرأ قوله تعالى في سورة إبراهيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن كتاب ممتاز رائع مفيد اسمه الثبات عند الممات، رب يثبتنا جميعا ويرزقنا جميعا الستر وحسن الخاتمة. يسعى كتاب اسمه المغني، المغني في علوم القرآن،
يسعى كتاب آخر اسمه جامع المسانيد وأمتنا أمة السند، وكذلك يسعى كتاب اسمه التحقيق في مسائل الخلاف. كتب كثيرة بلغت تقريبا بين كتاب ومخطوط 139 كتابا ومخطوطا.